لليلة الثانية على التوالي وعقب صلاة التراويح تقتحم قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس وتعتدي على المعتكفين داخله. قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع على المصلين واعتدت عليهم بالضرب في محاولة لإجلائهم بالقوة من المصلى، ما أدى إلى اختناق عدد منهم، حيث تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع عشرات الإصابات خلال الأحداث. إخلاء باحات المسجد الأقصى من المصلين ليلاً أعقبه اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للأقصى مع ساعات الصباح في اليوم الأول مما يعرف بعيد الفصح اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع. واقتحم المستوطنون الأقصى من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت منذ ساعات الفجر الأولى الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً من دخول الأقصى للصلاة، ما أجبر المئات منهم على أداء الصلاة في الشوارع القريبة من المسجد. من جانب آخر، دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، حيث قالت إسرائيل إنها رصدت إطلاق 7 قذائف أرض جو من القطاع لم يصل أي منها إلى الأراضي المحتلة. ومساء الأربعاء أعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق صاروخين من غزة، سقط أحدهما داخل القطاع فيما سقط الثاني في منطقة السياج الحدودي. شهد عدد من مدني العالم مظاهرات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على المصلين بحماية شرطة الاحتلال. لم يمر اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى دون رد فعل من المسلمين في مختلف دول العالم، فقد رفع الأتراك الأصوات المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدن تركية عدة، وكانت الأكثر حشداً في إسطنبول، إذ تجمهر المحتجون أمام القنصلية الإسرائيلية مرددين أصوات التكبير وشعارات الدعم للمقاومة الفلسطينية والتنديد بممارسات إسرائيل. وفي الأردن احتشد المئات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي احتجاجاً على ما يقوم به المستوطنون من انتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي عمدت إلى إخلاء المسجد من المصلين بالقوة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والصوتية، ما أدى إلى إصابات في صفوف المصلين. ولم يختلف المشهد في العاصمة الألمانية برلين، إذ خرج العشرات في مظاهرات غاضبة من الممارسات الإسرائيلية رافعين لافتات تحمل شعارات تدعو لدعم الأقصى. سيل المظاهرات تمدد إلى موريتانيا والمغرب ودول أخرى نادى خلالها المحتجون بوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات ممنهجة من قبل المستوطنين دون رادع.